ناصر، جامعة بابل، كلية العلوم، قسم الكيمياء، طالب دكتوراه. الحمد لله الأمور ماشية جدا حقيقة، والطلبة ما شعرنا أنه طالب استاء أو شعر أنه صعوبة التواصل. حاضر امتحان بدون مشاكل، يعني إحنا أجريناهم اختبار هسه قبل عدة أيام، وإضافة إلى علم الورش التدريبية لأعضاء اللجنة الامتحانية للتدريسين وكذلك للطلبة. وممثلي التعليم الإلكتروني في كل كلية متواصلين معهم ليلا ونهارا. بدأت جامعة الموصل من اليوم الأمس الامتحانات التكميلية للمحاولة الثانية للدور التكميلي الرابع، بالإضافة إلى امتحان الطلبة للامتحانات التي تم تأجيلها بسبب الجائحة للفصل الدراسي الأول. يشترك طلبة جامعة الموصل من مختلف الكليات والأقسام بهذه الامتحانات، وبالاعتياد على يعني على منصة جوجل كلاس روم وإدمودو، حيث اختارت الكليات هي المنصة التي يستخدمها لامتحان الطلبة. الأوراق والتقارير التي وصلتني مشجعة جدا من الكليات، لا توجد مشاكل يعني كبيرة، هنالك مشاكل بسيطة تمثلت معظمها بانقطاع انقطاع النت، وتم معالجتها من قبل الكليات. التوجيه معالي وزير التعليم العالي والسيد رئيس جامعة الموصل بالتعامل الأبوي مع الطلبة أثناء الامتحانات. الأسئلة كما رسمتها وزارة التعليم العالي تم وضعها للطلبة، احتوت على اختيارات متعددة، منها اختيارات الصح والخطأ والاختيارات المتكررة، وأيضا هنالك بعض الأسئلة على تحتوي على بعض الإجابات القصيرة، مع ضرورة وجود ترك في الأسئلة والتعامل الأبوي مع الطلبة وعمداء والمعاونين العلميين للكليات بتواصل مستمر مع هؤلاء الطلبة. وأيضا هؤلاء الطلبة خضنا معهم تجربة بامتحان تجريبي حتى يتم تدريبهم على آلية الامتحان الالكتروني. كما اسلفت يعني الشركات سابقا شركات النقال مشكوره تبرعت بحزمه كافيه للطلبه لاداء الامتحانات، وهذه الحزمه مجانيه، وان شاء الله سيتم تزويدها للطلبه بالايام القادمه، وجميع اسمائهم وارقام هواتفهم تم نقلها الى شركات الهاتف النقال في مدينه نينوى وفي العراق، اللي هي شركة زين وشركة كورك وشركة آسيا. من هذه المكان أريد أن أطمئن أبنائي وبناتي طلبة جامعة الموصل بأن إن شاء الله الامتحان ميسر، والابتعاد عن الشكوك والأقاويل، عليهم فقط بذل بعض الجهد في الدراسة. نصت التعليمات وزارة التعليم العالي أن يكون الدوام 25%، لكن طبعا احتيادي العمداء والمعاونين والمفاصل المهمة جدا في الجامعة هنالك دوام مستمر فيها ومتواجدين، والجامعة مفتوحة أبوابها للجميع في حالة وجود أي استفسار أو أي مشكلة معينة. نعم. رسالتكم إلى الطلبة؟ نعم، رسالتي إلى أبنائي قلتها عدة مرات وأعيدها مرات ومرات، أنتم أبناءنا وأنتم الزرع الذي نريد أن نرى ثماره. عليكم فقط بأن تقرأوا هذه المحاضرات التي أعطيت لكم في الأيام السابقة. أنا أتابع كل الكليات تقريبا من خلال الأسئلة اللي يعني يضعوها للطلبة، وأيضا أشوف النتائج، نتائج مبشرة، وإن شاء الله نستمر مع طلبة الدراسات العليا في الأسبوع القادم، وبعدها يأتي مرحلة الامتحان النهائي لطلبة الدراسات الأولية التي سيشترك بها إن شاء الله ما يقارب 50,000 طالب من طلاب جامعة الموصل، وكفانا هدرا للوقت.